الله على الاجواء. شو عم بعمل؟ ورجيني شو عم نعمل. ما شاء الله الوقت ممتاز. نعم يعني شو بدي اقول لك، مكيفين يعني بالنهار هذا بالذات. بس سبحان الله، يلا بسيط، شو الواحد بده يعمل. ان شاء الله تزبط. بس اوكي، الفكره انه استلمت جوازي بس حرجع اعطيه. لا انت ما استلمته. انا ما استلمته اصلا، يعني ضل مع زياد حتى ما لمسته. انا استلمته انا يومين ولساته معي لهلا، هو ما شاف باسبوره يعني، وحيروح اليوم. حيروح اليوم انت بيرجع الله اعلم. المهم بدنا دعاوي، اقسم بالله بدنا دعاوي لحتى هيك ان شاء الله. يعني هي شغله، يعني اذا الشغله من هدول كل الشغلات ما زبطت ما حيزبط شيء، لازم كلهم يزبطوا عشان تزبط. ايه بعتنا هون لك، انا قدمناها هذيك. ما شاء الله، تعالوا ارجيكم هالمعتوها على الصبح. قلنا لها الحقي زياد، اثنين صارتين عم لحقوا سياره ثانيه بالغلط وضلوا يمشي وراهم، وانا الحقهم اقول لهم مش هاي السياره. موضوع حماسي. ايه فشردنا. ايوه منيح ما شردتوا ابو ظبي من ورا السياره وانتم مش حاسين. عندنا مشوارين لسه كمان قبل ما نروح على العرس نجهز حالنا.